توجنا باللقب السادس والعشرين لبطولة دوري السوبر سيدات، خلصت وخلصوها 3-0 على طول. ينجح النادي الاهلي بقيادة الغزال كوتش طارق خيري في الفوز باللقب السادس والعشرين في مسيرة النادي الاهلي منذ انشاء هذه البطولة. الاهلي يهزم سبورتن ويتوج بطلا لدوري سوبر السيدات موسم 23-24. مليون مبروك للملكات، مليون مبروك للكوتش طارق خيري الغزال، مليون مبروك لمجلس الادارة وجماهير النادي الاهلي، الف مليون مبروك اعزائي المشاهدين على هذه المباراة والامسية الممتعة لبنات النادي الاهلي يتوجنا بهذا اللقب الغالي. الف مليون مبروك. وفاز على مين؟ فريق كبير، فريق عظيم فيه وليه باع طويل، هو بطل افريقيا نادي سبورتنج بقيادة كوتش محمد حورس. الف مليون مبروك لبنات النادي الاهلي، حظ اوفر لملكات اسكندرية بنات نادي سبورتنج. مليون مبروك ميرال اشرف، تعبير اهي كل اللي يعني اللي احنا شايفينه ده من فوز البنات. ميرال اشرف واحده من نجمات البيست اوف فايف، نجحت في 3 مباريات بتقديم مستوى ولا اروع. نجيب سلعاوه فرحه الاهلي والاهلاويه، هم ابطال الدوري، هم هذا هو